معاك مع عبد العزيز من قناة أمريكا الألعاب. النهارده هنختم الحلقة التاسعة من لعبة سبايدر مان حكم البعض. نبدأ الحلقة، وطبعا أنا عرفت فيها حاجة كده، إن أنت بتقدر تغير الشخصية، تغير الشخصية إن هي كونية، فغيرنا شخصية بس هي يعني الشكل هو اللي بيتغير. خد قفا واتحير. استنى كتير. جامبو باتمان ده نهزر بقى ولا ايه؟ حلوة الدخل اللي انت داخلها علينا دي. العصابة المفترية. طيب الضربة زيارة؟ فين بقى؟ هذه كاميرا، هذه كاميرا، خلص ترك كاميرا وده ثاني. ثلاثة أربعة هيا يلا لا بالصدفة يعني عرفتها. Show. Hey,
يلا ماسكة واحدة. با يا عم من عيني انت رجب موبايل؟ اي انت رجبنا الحبيب صحوة بقى ما شوفك بس صلى بسلام ما تجيبليش ناس خير بعد كده هات ناس قوية في خيانة حصلت واحد بدانش يكون شهدية انت اخبى واحد دلوقتي هحاربه
شلت العصابة ف خد السلاح بتاعك مش هيحرمه منك. خد سلاحك، خد سلاحك يا مشدو، مش عايز عليك يعني. كاميرات تانية يا نهار أبيض، بعد كايرة جيب التالت الأول. ناس تلاتة نسيتين. I want to eat your brain. Just kidding. Yeah, that was not a good time to get in my way. I want to eat your brain. Just kidding. Who needs a spanking? ناس واحدة كده تعالى عن تربيه. ناس واحدة تريسة برابعة اللي تجيلك شكة واحدة انا كده كمان تتاني صدي بقى ناس واحدة كمان. كده بس كده يا نهار ابيض تحكي الكاميرات معاك. ده كلهم هنا بقى.
في ايه صندوق اهو ضربوا ايه. فاضل اتنين. حكاية الكاميرا دي انا اتخنقت. واحد ده يلا حبيبي روح عند بيتك. يلا عشان نساعدك. شفتني يا نهار ابيض. بعد ايش؟ تاني؟ تاني بقى. اخيرا. راجل الكاميرا. انا دي يا نهار ابيض يا راجل حرام عليك. نعمل مونتاج. Did you seriously just try to lock me in a room? What am I grounded? Just sit tight, my little mouth breather. We gotta pause for another break for a sponsor. من هرب على انتر انتر في سوريا. Spider Man culture. شكلك محضر لي حاجة وحشة. يا نهار ابيض. موت.
فاهم. كده فهمت. مين عارف اللي بتجيب ابو ده؟ اجري شلال اجري. دينا واحدة مزيفة. أنا مزيفة غير الثانية. انزل يا جميلة بالخلاخيل. يلا بخير كل السامبا. منك شوي. واخيرا. موبايل فصل. من ضباء فصل على في الاخر يعني. وبكده نبقى ختمنا الحلقه 9. انتظرونا ان شاء الله في الحلقه 10. تنسوش اللايك والكومنت تقولوا رايكم في الحلقه. خلصنا قربت ختم اللعبه فضلت 4 حلقات ولا 5. واللي عنده اي استفسار يحطه في الكومنت اسفل الفيديو.
وان شاء الله اكتر لعبة انت صوتت عليها هختمها ان شاء الله. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنستمر